السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هعمل سيموشن سريع من خلال الأوتو أد تاسك كل لير لوحديها، وهو بيحط لي التاريخ كده مؤقت تقدر تعدله بعدين، تقدر تشوف الشغل. طيب أنا عايز أضيف أنيميشن، يعني الكاميرا نفسها تتحرك حوالين الشكل، فهاجي في الفيو بوينت. في طريقة إن أنا سيف عن طريق الصور، وطريقة إن أنا سيف ريكورد، يعني هبدأ أسجل كده واقول له ستوب. طيب بعد كده هاجي في سيتنج، الاقي هنا بيقول لي انت عايز تعمل انيميشن مع ايه، بقول له مع سيف فيو بوينت انيميشن، اوكي، بقول له ابدا الشغل بتاعك. فهتلاقي ان في حركه هتظهر اهيت، ده بحيث ايه يعني يدي شويه حركه كده في قلب الموديل، ما يبقاش في لقطه واحده بشوفه.